حدث الجنود على الأرض الذين تم قتلهم جميعا في سرية الجزيرة المحررة وفصيلة الهاون. هؤلاء هم الجثث 11 جثة تم القضاء عليهم كامل. بشار الأسد المجرم وزبانيته وتم القضاء عليهم بالكامل. هذه نهاية كل ظالم ونهاية كل عسكري يبقى مع بشار الأسد المجرم. ومهما طال الوقت أم قصر، نهاية جنود الأسد إذا بقوا مع بشار أنهم سيموتون هكذا.